البارح هزمت طائره واليوم جاي يتحدى قدم باذن الله. وش بك كذا؟ ترى دائما انت تعرف ما نخرج، دائما نعطي للغشيم فرصه حتى يعني كمل كمل خلاص. انا ابغاك تكثر كلام عشان بعد التمرين اعلمهم ايش قلت وش صار. باذن الله باذن الله نفوز اكيد، كل شيء باذن الله، لكن باذن الله اني غاسب كالعاده. يتحداني يسجل في جول هذا الدب. الدب هذا يا عم، انت ما لعبت كره الا معانا في الرحله. لكن اول شيء نقول بسم الله. شيخ نايف هذه عرفت تلعب يا شيخ نايف. يلا يا شيخ نايف سلام. يا شيخ نايف اسمع، انت الزلمه هذه عرفت تلعب صح؟ صح؟ لا لا نايف ما يعرف يلعب، ما يعرف. كل الشوتات اللي شفتوها هذه في التسخين، لكن في اللعب شيء ثاني. صراحة أول مرة أنهزم، لأن صراحة هنا المرتفعات حقة الجنوب وقلة الأكسجين أثرت على الفريق. الحمد لله الحمد لله. تعال يشبك الحمد لله، ذلك من فضل الله. يقول بعد المباراة أسنب، وهذا بعد المباراة انهزمت ولا لا؟ انهزمت. الفوز وين ابو سهل؟ اليوم نايف الصحفي هزايم، شفت النايف الصحفي اليوم؟ يعني ما انتم متعودين ان نهزم صح؟ قولها 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 قولها. يعني متعود، ما انت متعود. كلهم مصدومين من نتائج فريق اليوم ومستواه. والله عثمان مصدوم. عثمان مصاب، عثمان سلامات. اي لاعب مصاب وما يسخن. بندر السيد. نايف الفوز الحقيقي في الاخره. الله اكبر. الفوز في الجنه. الله يا اخواني اللي في معهد ارامكو، بندر السيد غايب. أمطار غزيرة الآن والدعاء مستجاب، أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضيكم، قولوا آمين.